اصلا الكاف نمت نعم. عليها بعد الفجر، من الفجر لصلاه الظهر. حلو. واذا كان ما عندك مطعم قصدي مطبخ، بصل ورد قيل للعصر تشبع. معناه انا عندي النوم المتقطع نوم مو زين. اي هو تعب. النوم المتواصل مشكله. ايش اذا جيت بنام الليل هو افضل نوم، تنام اثنين وتصحى خمسة، يعني ترجع تنام تصحى بروبلم. آخ 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 شلون استعدادك حق إبراهيم باكر؟ لا تمام، أمور طيبة إن شاء الله. يا أخي باكر حمدي تفكر باكر مني بيطلع والله اكتبنا اللي فيه خير. هم ثمان برايمات ها؟ ثمانية بيطلع. اي ثمانية مو عشرة ها؟ اعتقد اللي بقى 14. اي زين سؤال، الحين اخر برايم خلصناه اسابيع نقعد اسبوع ولا اسبوعين بدون برايمات؟ ما حسبتها الحين. احنا غلقنا شهر، باقي كم برايم؟ ستة ولا اي باكر اذا خلصنا يبقى ستة. يبقى ستة صح؟ ستة قول اسبوعين، يمكن يبقى اسبوعين ترى. اسبوعين من غير برايم ها؟ تقريبا. الحين قلنا بكرة نخلص شهر صح؟ يبقى أربعة. اليوم 28 باقي يومين يكمل 30 يوم، يعني يوم الأحد ندش بشهر. بعدين بعدها أربعة أسابيع، أربعة يطلعوا شهر تقريبا. بعدين اثنين أسبوعين. أي. بعدين يمكن تبقى أسبوعين. صحيح. تقريبا. إذا كذا أصلا مو لاقيين بعض، عاد كيف إذا وصلنا 14؟ أي والله. وإذا انفتح اللوكيشن الثاني. متحمس انا للكليكت الجاي. يا اخي اعطونا ورقه قبل كم يوم في مبادرات الاصدقاء، كان الجدول مزدحم جدا، كل واحد عنده فقره فقرتين، بس ما ادري متى، على اساس هذا الاسبوع يعني الماضي ولا ذا الاسبوع الجاي، ما انتبهت انا على التاريخ، بس كان كل يوم في شيء عند اغلب الشباب. فواز، سعد، الدوسري، شو اسمه، اسماعيل، سرور، اعتقد طول الوقت جد مزدحم. يا هذا الذباب، الذباب اهم شيء البعوض خف، يعني يمكن احسن من اول، بس ذباب اذيه كمان، بعدين ثقيل يجي يوقف ما يخاف، تسوي زي كذا لازم تطير بنفسك. تو تشن قاعد تخيل، خل اقول لك معلومه غريبه، مو تجي الذبانه على ايدك فانت شنو انت بتمسكها؟ تلاحظ ما تقدر تمسكها صح؟ تفكر ليش؟ تحس مو تحس.